العضله ديال الترايسيبس عضله بطيئه الانقباض وحجم صغير، كتحتاج اوزان معتدله وتكرارات عاليه، كتحتاج راحه اقصر بين المجموعات، وبالنسبه للاستشفاء ديالها فهو سريع، كتحتاج فقط الى 48 ساعه على عكس العضله الكبيره. ويمكن لك تعاود حصه ثانيه مباشره ما تدوز ديك 48 ساعه، او حصه ثالثه 3 مرات في الاسبوع، لا خوف على العضله. العضله كتكون من 3 رؤوس او 3 عضلات، الخارجيه الجانبيه او الوسطى، الداخليه فيها سفليه وفيها علويه. وفي اي تمرين كتقصد العضلات بالثلاثه، واخا كاينين شي تمارين كتقصد فقط عضله سفليه ولا وسطى، لكن دوك العضلتين الاخريتين خدامين بنسبه 90%، او بلا ما نشغلوا راسنا سفليه علويه تحت السطح الفوق في الجنب. تريني مزيان كتهمنا الكفاءة وتفادي الأخطاء اللي غنتعرفوا عليهم في هذه الحصة. إن شاء الله نتعرفوا على هذه التمارين الخاطئة والأداء الصحيح. ما تنسوش الاشتراك وجيم والتعليق، بغيتهم ثلاثة. السلام عليكم أصدقاء القناة. الإحماء أولا وضروري، فإحماء العضلات التي تتجمع فيها العروق أولا ضروري جدا. 5 دقائق كفاية لرفع درجة حرارة الجسم ونبضات القلب، و5 دقائق أخرى لتهيئ العضلة التراي وضخ الدم والأكسجين لتتحمل تلك التكرارات والأوزان والجهد. أول تمرين هو البار أوزيد. فالبداية بتمارين الأوزان الحرة ضرورية لأنها الأساس لتكبير العضلة. فهذا التمرين مثلا يحتاج إلى القوة والطاقة، لذا يجب تركها في البداية. فهذه التمارين من أساسيات عضلة التراي لتكبيرها أكثر من الكابل والماشين. فتمرين التراي يجب عدم تمديد اليدين في جميع التمارين كامل، لا يجب تمديد كامل الأعلى. التمرين الثاني التراي بالدمبلز فردي، تمرين يقصد فقط التراي ولا تتشارك معها الكتف والصدر مثل تمارين ديبس او البريس. قبضة اليد في تمارين تراي على سبيل الذكر يجب ان تكون كاملة، قبضة كاملة وعدم حمل اوزان كبيرة. فهذا التمرين ضروري جدا، كل يد لا تستعين بالاخرى، مهم جدا لمن يعاني من عدم التناسق اليمنى باليسرى. الدامبلز الفردي هو الحل. التمرين التالي بالدامبلز كذلك فردي، ويعتبر من الأوزان الحرة. ونصيحة لمن يعاني من ضعف هذه العضلة، يجب البدء بها من أول حصة، لا يجب التسبيق بعضلة الباي، وتدريبها 2 أو 3 مرات في الأسبوع، لأنها سريعة الاستشفاء والابتعاد عن التمارين التي تتشارك مع عضلات أخرى كالديبس والبار لكي يضخ الدم فقط في الترايسيبس. تمرين الكابل تمرين ضروري وفعال كذلك للتركيز أكثر على العضلة وأكثر انقباض.
ويجب دمج السوبر سيت تمرينين في نفس الوقت من بين التقنيات التي تزيد الكتلة إضافة إلى تقنيات أخرى مثل الدروب سيت والريست بوز. أما بالنسبة للتكرارات فثمانية إلى عشرة بالنسبة للعضلة الضعيفة ومن 12 إلى 20 من العضلة الكثيرة الدهون. 4 تمارين كافية ولا يمكن زيادة تمرين الأوفر لتجنب الإرهاق لأنها شغالة على مدار الأسبوع. وملاحظة أخرى، يجب ترك يوم بين تدريب الصدر والتراي ويوم كذلك بين تدريب الكتف والتراي. شكرا أصدقائي على المتابعة، وإلى موضوع جديد إن شاء الله.